الله ما تمسح ولا هذا ما تمسح خلينا ما Very bad. Woman. Oh. It's very scary scene. Very scary scene. والله كنت حاسس بحالي. والله. ابعد. ابعد. ابعد بس. حبيبي قال. ساعة فقمت البدر بنون يا جماعة. أول ما مضيت في النادي والله أمي بتقول لي خلي بالك لا يا رب. قسماً بالله. سلم لها على الحاجة، الحاجة بتفرج عليه في المغرب دلوقتي. المغرب. ينفع أعرف اسمها ولا أم بدر؟ يا أم بدر. اسمها زبيدة خلاص. زبيدة، الحاجة زبيدة، بدر ابنك بخير الحمد لله. ودي يا جماعة الحلقة دي رسالة لكل أطباء مصر وأطباء النادي الأهلي. بدر بنون يا جدعان قلبه حديد. كابتن ميمو، بدر بنون زي الفل. الحمد لله على السلامة بدر أولاً. حطك في صحاب جد دلوقتي عاملة إيه؟ والله الحمد لله. الحمد لله يعني هي بتبين في الفحوصات بقى. خلاص يعني تمام. الحمد لله. يعني أنت إن شاء الله هترجع السلطان بتاع الدفاع بتاعنا. إن شاء الله. أوعى، إحنا أهلاوية. الأهلاوي يقول إيه؟ ينفع كده يا بدر. مين أكتر لعيب في الأهلي ينفع؟ هو كتير. مين بقى؟ أول واحد؟ أول واحد. رامي ربيع. يلا يا جماعة. ده نجم اليوتيوب. ده مخ وراكب بالمقلب. ساعة جامدة يا جماعة بدر بنون. حبيبك عايز يبوسك. ايه ده؟ استنوني في رمضان في برنامج رامز موفي ستار على الانترنت. الله اكبر.